السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الثالث ثانوي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء. درسنا لهذا اليوم مبدأ بلانك في تكميم الطاقة. مبدأ بلانك في تكميم الطاقة، ما المقصود بتكميم الطاقة؟ يتحدث عن تكميم الطاقة، يعني هذا الدرس سنتحدث عن تكميم الطاقة، حيث قام هذا العالم بلانك في دراسة هذا الموضوع ووضع فروض. بلانك وضع فروض لذلك، فروض بلانك، وضع عدة فروض لدراسة هذا الموضوع. طبعا عند تسخين الجسم الأسود لاحظ انبعاث إشعاع حراري، لاحظ انبعاث إشعاع حراري من الجسم الأسود. هذا الانبعاث نتيجة ماذا؟ قال نتيجة لاهتزازات، أنه يبعث الإشعاع من الجسم الأسود، وذلك نتيجة اهتزاز، هي جزيئات سطحه نتيجة للتسخين، نتيجة للتسخين أو التسخين سطحه، ممكن نقول نتيجة للتسخين. ها يعني ايش المقصود بهذا الشيء؟ العبارة يبعث الإشعاع أو يبعث الإشعاع من الجسم الأسود وذلك نتيجة لاهتزازات جزيئات سطحه. متى تهتز؟ عندما يسخن هذا الجسم، عندما يسخن هذا الجسم. ولكن لا تبعث الطاقة الإشعاعية كما قال في السابق أو ذكر العلماء في السابق أنها تكون بشكل مستمر، ولكن لا تبعث الطاقة بشكل مستمر، أو بين قوسين نقول متصل، بشكل مستمر أو متصل كما كان يعتقد، ولكن على شكل ماذا؟ على شكل اللي هو كمات، قال على شكل كمات. ولكن تبعث على شكل بين قوسين كمات أو زخات، لذلك كلمة كم أو كمات هنا تكميم الطاقة، مشتق من كلمة تكميم الطاقة. يعني الموضوع يبحث عن ماذا؟ كانوا يلاحظوا أنه عند تسخين أي جسم أو الجسم الأسود أو تسخين أي مادة، ونتحدث عن الجسم الأسود أصلا، عند تسخينه ماذا يحدث؟ طبعا سوف يبعث بإشعاع. عندما يبعث بالإشعاع طبعا قالوا يعطي طيف متصل أو مستمر. هنا بلانك قال لا، عند تسخين هذا الجسم الأسود يبعث بإشعاع، ولكن هذا الانبعاث نتيجة اهتزاز جزيئات سطحه، الذرات المكونة لسطح هذا الجسم الأسود. وعندما تهتز هذه الجسيمات طبعا سوف نتحصل على هذا الإشعاع، ولكن ليس بشكل مستمر أو متصل هذه الاهتزازات، إنما تكون على شكل كمات أي دفعات أي زخات، وليس بشكل متصل. هنا يدعى ما يسمى بالكم أو ننطق عليه بالكم، ولذلك هناك قسم أو مصطلح يسمى بالكم أو فيزياء الكم، فيزياء الكم. هذا طبعا بالنسبة للفيزياء الذرية. معنا النقطة التالية، هذا الكم طبعا الذي يعطى على شكل زخات أو على شكل اللي هي كمات لا يعطي كل القيم، بل يعطي قيما معينة. يعني الآن سنأخذ قانون معين لدراسة هذا الإشعاع أو الكميات أو الزخارف التي نتحصل عليها نتيجة التسخين. يعني هذا كما قلنا هذا الكم لا يأخذ كل القيم، هذا الكم لا يأخذ كل القيم بل يأخذ قيما معينة كما قال العالم بلانك، يأخذ قيما معينة. يعني الكم الذي تحصلنا عليه لا يأخذ أي قيمة بل يأخذ قيم معينة أو محددة. كيف يمكن حسابها؟ يمكن حسابها من العلاقة التالية، من العلاقة التالية. معنا قانون رياضي يمكن من خلاله حساب هذه الكمات أو الزخات، اللي هو طاء يعني الطاقة، طاقة المستوى، طاء يساوي نون اف اتش. هنا معنا قانون نون اف اتش. طيب هذا القانون نون اف اتش اللي هو يحدد لي قيم أو القيم التي يمكن أن يأخذها من؟ يمكن أن يأخذها هذا الكم من الطاقة. إذا معنا أبنائي وبنات الطلاب من خلال هذا القانون طاء اللي هي يسموها الطاقة المكممة، طاء يطلق عليها اسم طاقة المكممة، طاقة مكممة، مكممة. نون عدد صحيح أو قيم عدد صحيح، 1 2 3 إلى آخره. اف ما المقصود هنا باف؟ طبعا اللي هو تردد الإشعاع، اف هو تردد الإشعاع، تردد الإشعاع. معنا اتش هذه هي ما يطلق عليه اسم ثابت بلانك، اتش ثابت بلانك نسبة لمن؟ للعالم بلانك. إذا من خلال هذا القانون أستطيع أن أحدد القيم المعينة للطاقة أو لطاقة الإشعاع الذي سوف ينبعث، حيث معنا قيمة معينة أو قيمة ثابتة لثابت بلانك H يساوي 6.625 في 10، 6 في 625 في 10 والسالب 34 جول لكل ثانية. طبعا هذا معنا مقدار ثابت بلانك، مقدار أو عدد قيمة عددية نستطيع أن نعوض به أثناء عملية حساب طاقة اللي هي إشعاع الجسم الأسود أو الأطوال الموجية المختلفة. ننتقل الآن إلى النقطة التالية أبنائي وبناتي الطلاب، مميزات نظرية بوهر. 1، أعطت تفسيرا مناسبا لسلاسل بيلمر وتنبأت باكتشاف سلاسل أخرى هي سلسلة ليمان وباشن وبراكت وبوفانت. 2، استطاعت من اعتبارات نظرية بحتة أن تحسب نصف قطر مدار الإلكترون وسرعته وتردده وطاقته، بالإضافة إلى قيمة ثابت ريدبرج RH لذرة الهيدروجين. 3، أعطت نظريته معنى للعلاقة 1 على لامدا يساوي RH بين قوسين 1/2 ناقص 1/ن. 4، فسرت لماذا الطول الموجي والتردد الخطي للطيف يعطى بالفرق بين الحدين. الآن ننتقل إلى النقطة التالية وهي النموذج الذري لبوهر. النموذج الذري للعالم لبوهر. طبعا اعتمد بوهر على فروض ريذرفورد وعلى نظرية الكم لبلانك حتى يفسر اللي هو نظريته. اعتمد على ماذا؟ اعتمد على فرض كما قلنا فروض ريذرفورد، وكذلك على نظرية الكم لبلانك، حيث فسر ماذا؟ فسر أولا اللي هو ثبات الذرة. استطاع أن يفسر ثبات الذرة. اثنين، استطاع أن يفسر أيضا اللي هو الطيف الخطي للعناصر. الطيف الخطي لمن؟ للعناصر. تفسير الطيف الخطي للعناصر الكيميائية بشكل عام. كيف ذلك؟ استعان اللي هو بذرة الهيدروجين أو الذرات المشابهة له، حتى يفسر ذلك استعان بذرة الهيدروجين، يعني بالاستعانة بذرة الهيدروجين والذرات المشابهة لها، مثل اللي هي الذرات المشابهة لها مثل ذرة مثلا كما قلنا الزئبق أو ذرات الهيليوم، أو دائما لأنها تكون أحادية، وبالتالي استطاع أن يدرس هذه العملية من خلال استعانته بذرة الهيدروجين أو الذرات المشابهة لها. طبعا وهذا يعتبر بداية لمعرفة عالم الأطياف. من خلال هذه النقاط استطاع العلماء أن يدخلوا إلى عالم جديد اللي هو عالم الأطياف والبنية الذرية، من خلال اللي هي استعانته بدراسة ذرة الهيدروجين والذرات المشابهة لها. استعان بهذه الذرة وتوصلوا إلى بداية معرفة اللي هي قلنا عالم الأطياف، وكذلك اللي هو البنية الذرية. طبعا بوهر وضع عدد من الفروض لنظريته، الفرض الأول، طبعا سنسير على نقطة نقطة. الفرض الأول قال يدور الإلكترون في اللي هي ذرة الهيدروجين أين؟ في ذرة المدير في مسار ثابت. الفروض فروض طبعا مسجلة هنا حتى نفهمها. فروض بوهر، واحد، قال أن الإلكترون سوف يدور طبعا أين هذا الإلكترون؟ في ذرة الهيدروجين في مسار ثابت. يدور الإلكترون في ذرة الهيدروجين في مسار دائري ثابت. في مسار دائري ماذا؟ في مسار دائري هنا ثابت، دون أن يشع ضوء أو دون أن يشع طاقة. إذن سيسير هذا الإلكترون ويدور في مسار دائري في ذرة الاتش H2 في مسار دائري طبعا ثابت. هنا بيظل يدور دون أن يشع طاقة. هذا الفرض رقم واحد. طبعا يدور حول النواة، هذه هي النواة، سيظل هذا الإلكترون يدور حول النواة. طبعا نأشر باللون الأحمر، هذا هو الإلكترون سوف يظل يدور حول النواة في مسار دائري ثابت دون أن يشع أي طاقة، طبعا عندما يدور حول النواة في مسار ثابت لا يشع أي طاقة. هذا ما اللي فرضه بوهر. اثنين، سميت هذه المدارات طبعا المختلفة للمدارات المستقرة المكممة. سميت هذه المدارات التي يتحركها هذا الإلكترون، سميت هذه المدارات طبعا المدارات التي يتحرك فيها الإلكترون حول النواة. المدارات طبعا المدار الأول، المدار الثاني، المدار الثالث، وهكذا. سميت هذه المدارات كما قلنا بماذا؟ مستويات اللي هي الطاقة أو المستويات المستقرة المكممة. المستويات المستقرة المكممة سميت بالمستويات المستمرة المكممة. إذن سميت بهذه المدارات مستويات كما قلنا المستقرة المكممة، المستويات المستقرة وليس مستمرة المكممة، المستقرة المكممة. طيب ثانيا الفرض الثاني طبعا أنه الإلكترون ماذا يحدث له؟ أو أنصاف، يتحرك هذا الإلكترون في أنصاف أقطار معينة، ماذا عندما يتحرك في أنصاف أقطار معينة؟ تكون كمية الحركة الزاوية له مضاعفات لثابت بلانك. يعني عندما يتحرك في أنصاف أقطار، هذا نصف قطر، هذا نصف قطر، هذا نصف قطر، أنصاف أقطار معينة، تكون المضاعفات طبعا أو ممكن أن نقول كمية التحرك الزاوي لهذا الإلكترون هي مضاعفات صحيحة لثابت بلانك. طبعا أنا أريد أن أصل إلى صيغة رياضية لحساب اللي هي أنصاف أقطار الإلكترون مثلا وسرعته وطاقته إلى آخره. معانا صيغة رياضية طبعا عندما يتحرك قلنا الإلكترون في أنصاف أقطار معينة، أنصاف أقطار أو مدارات معينة. طبعا هذه الأنصاف الأقطار المدارات المعينة قلنا هي يتحرك بحركة الإلكترون حركة زاوية، يمكن أن نستنتجه من خلال قانون معين، نستنتج هذه الحركة أو كيف نحسب أنصاف أقطار هذا الإلكترون من خلال حركته، حركة كمية التحرك الزاوي من خلال اللي هو قانون معنا عين نون. طبعا هذا القانون نستطيع أن نحسب اللي هي أنصاف أقطار الإلكترون وسرعته وإلى آخره. عين نون كاف نق يساوي في هذه الحالة ماذا يساوي؟ اتش نون. هذا القانون يوضح لي معنا نصف قطر اللي هي المدار الإلكترون، كتلة الإلكترون، سرعته في أي مدار. هنا نون عدد صحيح ثابت، اتش اللي هو ثابت بلانك، اتش يمثل لي ثابت بلانك. طبعا لو لاحظنا العملية التالية، أنا ممكن أنتقل لهذه النقطة حتى أوضح النقطة التي تلي هذه. الآن ننتقل كما قلنا حتى نوضح هذا الكلام. معنا أن الإلكترون دائما يا يحدث له عملية، أو الذرة يا يحدث لها عملية إشعاع طاقة، الذرة يا يحدث لها عملية إشعاع للطاقة أو عملية امتصاص للطاقة. أما عملية إشعاع أو عملية امتصاص، سوف نوضح المقصود بعملية الإشعاع وعملية الامتصاص. طبعا هنا معانا مدارات أو مستويات للطاقة، مستوى الطاقة الأول، مستوى الطاقة الثاني، مستوى الطاقة الثالث. طبعا الذرة لها عدة مدارات كما قلنا، المدار الأول، المدار الثاني، المدار الثالث، المدار الرابع. هنا تكون النواة، هنا يتحرك الإلكترونات قلنا في أنصاف أقطار معينة كما تحدثنا، هنا نستطيع أن نحسبها من خلال هذا القانون. معنا عملية إشعاع اللي هو عملية إشعاع الطاقة. متى نتحصل على طاقة ضوئية أو إشعاع ضوئي؟ هنا عندما يتحرك الإلكترون من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى يحدث أن أتحصل على HF. HF اللي هو عبارة عن إيش؟ طاقة ضوئية. متى يحدث ذلك؟ عندما يتحرك الإلكترون من مستوى الطاقة الأرضي، هذا مستوى يسمى مستوى الاستقرار، إلى مستوى طاقة أعلى. قلنا وعرفنا كيف نثير الذرات، أما بالتسخين أو تسليط مصدر معين أشعة إكس كما ذكرنا في الدرس الماضي، أو مثلا بحرارة، رفع درجات حرارته. هنا عندما تحدث إثارة لهذا الإلكترون أو لهذه الذرة، ينتقل الإلكترون مستوى الطاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى، وأثناء عملية انتقاله من مستوى إلى مستوى أعلى نتحصل على اللي هو إشعاع أو على ضوء. الحالة الثانية بالنسبة لكي نفسر هذه العملية، امتصاص طاقة. متى يحدث الامتصاص؟ يحدث الامتصاص، لاحظوا معنا مستويات الطاقة أيضا، طا 1 طا 2 هي عبارة عن المدارات. يحدث امتصاص للطاقة عندما يعود هذا الإلكترون من مستويات طاقة أعلى إلى مستويات طاقة أقل، مستويات طاقة أعلى ومستويات طاقة أقل. وكما تعلمون أنه دائما الذرات تحاول الاستقرار في المستوى الأرضي في المدار الأول. كل الذرات أو الإلكترونات مهما صعدت إلى مستويات أو مدارات طاقة أعلى، فإنها في الأخير تحاول العودة والاستقرار إلى المستوى الأرضي. هنا عندما طلعت الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، يعود من جديد إلى الأسفل، وأثناء عودته يحدث امتصاص للطاقة ويشع اللي هو HF، يشع ضوء. إذن لو نلاحظ أنه معانا عملية إشعاع، انتقال الإلكترون من مستوى طاقة أقل إلى أعلى، معانا أيضا عملية امتصاص للطاقة، يمتص هذا الإلكترون الطاقة وينتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل. وبالتالي نستطيع أن نوضح أن مبدأ بلانك تحدث بشكل عام، عفوا بوهر تحدث عن هذه النقاط، وهذه بالنسبة لكيف يدور الإلكترون في مدارات معينة، هل يشع طاقة، متى يشع طاقة. بعد ذلك تحدثنا عن عملية كيف نعمل عملية إسقاط الإلكترون أو الحصول على إشعاع ذري أو عفوا إشعاع طاقة أو ضوء ما يسمى. قلنا عملية إشعاع الطاقة عن طريق اللي هو انتقال الإلكترون مستوى طاقة أقل إلى أعلى، وعملية امتصاص الطاقة انتقال الإلكترون مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل.